مقاتلة أمريكية تحلق فوق كوريا الشمالية، وكوريا الشمالية تشن هجوما لاذعا على ترامب. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم وتعلن السيطرة على معمل كونوكو للغاز قرب دير الزور. القوات العراقية تستعيد السيطرة على قرى في الحويجة وتطهرها من داعش. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. حلقت قاذفات تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز B-1B ترافقها طائرات مقاتلة في المجال الجوي الدولي فوق المياه الواقعة شرق كوريا الشمالية. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن استعراض القوى هذا أظهر مدى الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على تهديدات كوريا الشمالية. شن وزير خارجية كوريا الشمالية هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أمام الأمم المتحدة. وقال الوزير إن ترامب أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة ضد كوريا الشمالية ويشكل اليوم أكبر تهديد للسلام. وفي وقت سابق أبلغ ري يونغ هو وزير خارجية كوريا الشمالية الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل وصول صواريخ بيونغ يانغ للبر الأمريكي بأكمله أمرا حتميا، بوصفه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه رجل الصواريخ. وقال ري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده أخيرا لا تبعد سوى خطوات قليلة عن البوابة النهائية لاستكمال قوتها النووية، مشيرا إلى أن عدول كوريا الشمالية عن برنامجها النووي ليس سوى أمل بعيد. وكانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق إنها تفكر في إجراء اختبار لقنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ وعلى نطاق لم يسبق له مثيل. فماذا سيحدث لو أن بيونغ يانغ نفذت تهديدها وأجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية؟ المزيد مع الزميلة ميسون بركة. يقول خبراء ألمان وأستراليون إن القنابل الهيدروجينية الحديثة قوتها التدميرية تعادل أكثر من 100 مرة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، ما سيكون له بالتأكيد انعكاسات سلبية على البيئة، مياه المحيط وموارد الأسماك، كما أن ذلك سيمتد إلى ما بعد التجربة. فمن المتوقع أن تفنى بشكل كبير الحياة البحرية بسبب موجات الانفجار الشديدة التي ستتبع أي تفجير، ويمكن أن يؤدي التعرض للإشعاعات النووية في مناطق خارج دائرة الانفجار المباشر إلى تشوهات خلقية في المواليد وزيادة خطورة الإصابة بالسرطان. كما أنه في حال حدوث التجربة النووية دون تحذير مسبق فإن حركة الطيران قد تتأثر وربما تهوي طائرات في مياه المحيط بسبب فشل الأنظمة الإلكترونية التي تشغلها، وحتى الأقمار الصناعية الموجودة في مدارات قريبة من الأرض يمكن أن تتأثر. وطبقا لبعض الظروف فإن الانفجار النووي أو الهيدروجيني قد يؤدي إلى انبعاثات أشعة جاما التي تؤدي إلى زيادة الحمل على الأجهزة الإلكترونية مثل الراديوهات والحواسيب والشبكات المالية وأنظمة الملاحة، وبالتالي لتعطيلها. تحذيرات الخبراء هذا جاءت استنادا لتجارب أجرتها بعض الدول من بينها الولايات المتحدة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ففي عام 1962 أجرت الولايات المتحدة تجربة نووية تحت اسم نجم البحر فوق جزيرة في المحيط الهادئ على ارتفاع 1000 كيلومتر، لكن تداعيات مدمرة وصلت إلى جزيرة هاواي التي تبعد 3000 كيلومتر، وتسببت في انفجار أضواء الشوارع وتضررت مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزيرة. كما أنه وفي أعقاب تجارب نووية في المناطق النائية من المحيط الهادئ في خمسينيات وستينيات القرن الماضي أيضا اختفت بعض الجزر لأن الانفجار أدى إلى محوها تماما. وأخيرا يجب أن ننوه إلى أنه لا تحدث هذه التأثيرات السابقة إلا في حال وقوع الانفجار النووي أو الهيدروجيني على ارتفاع يتراوح بين 38 إلى 400 كيلومتر فوق سطح البحر. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في عام 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون في المجال النووي مع بيونغ يانغ.
في سوريا سيطرت قوات النظام السوري على جميع أنحاء ريف دير الزور الغربي في أعقاب انسحاب تنظيم داعش منها، وكانت هذه القوات مدعومة بالميليشيات الأجنبية قد سيطرت على قرى ومناطق معدان عتيق والسويدية والمسطحة والعوسج ومجبل الإسفلت، ووصلت إلى منطقة معدن جديد عند الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي دير الزور والرقة. استهدف الطيران الحربي التابع للنظام مناطق في حي جوبر بمحيط دمشق وأطراف بلدة عين ترمى في الغوطة الشرقية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 أشخاص قتلوا جراء القصف على النشابية وحرستا ومناطق أخرى في غوطة دمشق الشرقية. فخخ مسلحو تنظيم داعش حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور الشرقي قبل انسحابهم منه على إثر الاشتباكات التي أدت إلى تقدم قوات سوريا الديمقراطية. وعقب تحرير الحقل ذكر مصدر في القوات الديمقراطية أن التنظيم حاول إحراق الحقل النفطي بعد أن سرق جزءا من المعدات فيه قبيل تراجعه عنه تحت ضربات مجلس دير الزور العسكري والقوات الديمقراطية المدعومة بالتحالف الدولي. لقي جندي فرنسي مصرعه في مواجهات في إطار بعثة مكافحة الإرهاب التي يقوم بها جيش بلاده في سوريا والعراق. وذكر قصر الإليزي في بيان أن العسكري لقي مصرعه صباح السبت في الشام دون تحديد المكان أو البلد. وأبرز الرئيس إيمانويل ماكرون تضحية هذا الجندي خلال تنفيذ مهمته في الدفاع عن بلده وحماية شعبه، كما بعث ماكرون تعازيه لعائلته وأصدقائه وأشقائه. دخلت قافلة مساعدات تتبع للأمم المتحدة إلى مناطق حرستا ومديرة ومسرابة في الغوطة الشرقية. القافلة مؤلفة من 42 شاحنة محملة ب 4800 سلة غذائية، ومن ضمن القافلة 6 شاحنات تابعة لمنظمة اليونيسف محملة بلوازم مدرسية وقرطاسية. وعلى الرغم من أن اتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا الاتحادية وفصائل الغوطة الشرقية يقضي بفتح المعابر الإنسانية والتجارية بدون أي قيود، إلا أن قوات النظام التي تحاصر الغوطة الشرقية لم تلتزم بالاتفاق، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية والطبية والمحروقات. والله هي كلها منيحة، يعني فوتوا مساعدات مثلا مدرسية، أي شيء الأولاد تفتقده ما عندها قصاص. وللمواد الغذائية بالغوطة نحن لنا 7 سنين محاصرين، يعني كل هالشيء منيح بساعد. النظام حاصر ما في شيء، يعني وما هي المساعدات تفوت ما حدا عنده شيء. نحن هلا بمدينة حرسة هلا اليوم، دخلت علينا القوافل الله يجزيهم الخير ودخلوا لنا مستلزمات للأطفال للمدارس غذائيات، بس بنتأمل يكونوا أكثر يعني وأحسن شوي، لأنه وضع الغوطة بتعرفوا مدري من إمتى ما شفنا، وعنا أسعار يا لطيف بالنار بالعلالي، فبنتأمل منهم يكون كرمهم وجودهم علينا أكثر من هيك شوي ويحسنوا لنا هالوضع شوي، مكتورين الخير وعم يكافحوا من شاننا وعم يناضلوا من شاننا الله يجزيهم الخير مشكورين، وبنتأمل بس يكونوا انه اكثر من هيك، يعني اطفال هلا كمان بتعرفوا موسم دراسه مطلوب دفاتر مطلوب اشكال وبنفس الوقت غذائيات كمان. شيع عشرات السوريين امس من مسجد الفاتح في مدينه اسطنبول جثماني الناشطه السوريه عروبه بركات وابنتها الصحفيه حلا بركات، اللتين اغتيلتا طعنا بالسكاكين في ظروف غامضه قبل ايام في منزلهما بمنطقه اسكودار في مدينه اسطنبول التركيه. ويذكر أن عروبة ناشطة سورية معارضة للنظام السوري وتحمل الدكتوراه في العلوم السياسية، وانضمت للمجلس الوطني المعارض في وقت سابق، وعرفت بمواقفها المناصرة للثورة السورية والناقدة لمؤسسات المعارضة. أما حلا فإعلامية تعمل مع مؤسسة أورينت الإعلامية السورية ولها نشاطات ومناظرات للتعريف بالقضية السورية، آخرها المشاركة في مناظرة روسيا دمرت سوريا في أيار الماضي. الشعب السوري أهل بلاد الشام عم ندفع ثمن غالي، هو ثمن الحرية
كمان التخلص من الاستبداد، وراح نضل مستمرين بدفع هذا الثمن لحتى تتحرر بلاد الشام من كل الطغاة اللي فيها، من كل الطغاة اللي فيها، لحتى يطلعوا المعتقلين والأسرى من السجون السورية الظالمة، لحتى ناخد حق كل شاب شهيد، كل صبية شهيدة انقتلت في سبيل سوريا وفي سبيل الحق، في سبيل العدل، في سبيل انه يكون لنا وطن حر. الكرة الأرضية كلياتنا كلياتها ضدنا، ونحن على حق بإذن الله لأنه الله معنا. بس كانت دائما تقول عروبة لحلا انه الله يعين لي رح يتجوزك لانه رح يكون معكم 24 ساعة. كانوا متعلقين ببعض بشكل مرعب جدا، دائما مع بعض 24 ساعة مع بعض، حتى الله يعني قدر واستشهدوا مع بعض واندفنوا مع بعض. بدل ما نكون عم نمشي بعرس حلا مشينا بجنازتها. هذا قدر السوريين انه يواجهوا الموت وين من كان، جوا سوريا وبرا سوريا. بس يعني الشيء اللي حاب اقوله انه وقت بنشوف اي شهيد عم يستشهد على هذا الطريق، طريق الثوره، بنزيد قوه، بنزيد شجاعه، بنزيد اصرار انه نكمل طريقهم. لازم نكون اوفياء لهدول الشهداء ونحاول نتابع طريقهم حتى نحصل على الشيء اللي هن كانوا بيتمنوه، حريه سوريا وكرامه سوريا واسقاط الاسد. فاصل قصير ونواصل نشرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. حققت القوات العراقية تقدما ملحوظا في اليوم الثاني من عملية تحرير الحويجة، تمكنت من تحرير 30 قرية. وأعلن قائد عمليات قادمون يا حويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب انطلقت بعملية لتحرير مناطق غرب نهر دجلة ضمن الصفحة الثالثة من المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة. وأعلنت خلية الإعلام الحربية عن تفكيك شبكة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش كانت تخطط لاستهداف محافل دينية الشهر الجاري. هذه السيدة تعبر عن فرحتها بعد وصول القوات الأمنية العراقية وتحرير كامل الجزء الشرقي من مدينة الشرقاط بعد ساعات من انطلاق عمليات تحريرها، حيث أن الأهالي هنا ذاقوا الأمرين على يد مقاتلي داعش خلال 3 سنوات من احتلاله هذه المناطق. شو واحد راح لك؟ شلون؟ شلون شلون ذبحوه؟ عليكم. إيمت هاي؟ قوات الرد السريع العراقية تدخل مدينة الشرقاط وتسيطر على كافة أجزائها بعد طرد مقاتلي داعش منها، حيث لاذ أغلبهم بالفرار تاركين مقراتهم ونقاطهم الإعلامية بعد تقدم القوات العراقية. اليوم نحن في سنتر الجانب الأيسر لمدينة الشرقاط. الحمد لله انتصارات كبيرة وسريعة تحققها أبطال فرقة الرد السريع بإسناد من أبطال الجيش العراقي والحشد الشعبي المقدس. لم تبقى إن شاء الله يوم أو ساعات لإنهاء الواجب المكلف إنه من قبل قيادة العمليات حسب الأهداف المرسومة إنه. أعمال التمشيط والتطهير استمرت هنا، حيث كان مقاتلو داعش قد فخخوا الطرق لكي تعيق تقدم القوات العراقية، مع أن أغلب هذه الأساليب لم تؤثر على تقدمها كونها أصبحت مكشوفة لهذه القوات التي شرعت بإزالتها. تعرف أنت أنه أساليب العدوية، العجلات المفخخة، العبوات الناسفة، أيضا السواتر الترابية أو الموانع الطبيعية، أيضا هاي ما تعيق تقدم قطعات العدو. ولكن تعرف أنه الجند الهندسي المتواجد فيها من الحشد الشعبي أو من قيادة فرقة الرد السريع أو قيادة شرطة الاتحادية ميدا يتأخر بالنسبة لقطعاتنا بالتقدم. وأنت مثل ما لاحظت اليوم تقدم قطعاتنا كان كل سريع، رغم أنه تم استهدافنا بعدة عجلات مفخخة وتواجد هناك موانع طبيعية بالنسبة للتراب أو السواتر الترابية أو حفر الخنادق. القوات العراقية بعد إكمال الصفحة الأولى من عمليات تحرير الحويجة أصبحت على مقربة من الحدود الإدارية لهذه المدينة بانتظار إكمال محاصرتها لغرض اقتحامها بعد أن هرب أغلب مقاتلي داعش إليها باعتبارها الملاذ الأخير لهم.
طلب وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساعدة الدول الصديقة النووية في بناء مفاعل نووي بالعراق للأغراض السلمية. وكان العراق في عهد صدام حسين يملك 3 مفاعلات نووية، ودمرت ضربة جوية إسرائيلية أحد تلك المفاعلات في عام 1981، بينما دمرت الطائرة الأمريكية المفاعلين الآخرين أثناء حرب الخليج عام 1991. استكملت القوات العراقية تحرير مناطق شرق دجلة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، ووصلت القوات إلى الجهة الثانية المقابلة لقرية الزوية بعد أن نجحت بتحرير سلسلة من القرى المحاذية للنهر، وهي سديرة سفلى وأصبيح تحتاني، وبدأت الاستعداد للهجوم على ناحية الزاب بمحافظة كركوك. اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا فوق خميس مشيط ودمر منصة إطلاقه في اليمن. وكان الجيش اليمني أعلن السبت إسقاط طائرة استطلاع وتجسس تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال البلاد في عملية هي الثالثة من نوعها خلال أقل من أسبوع. قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن قطر الداعمة للإرهاب كلفت البحرين الكثير من أرواح الأبرياء في محاولة منها لقلب نظام الحكم. وأضاف الوزير البحريني في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر ستكون هي الخاسر الأكبر جراء ابتعادها عن قيم التعاون الجماعي المتعارف عليه بين الدول. نشرت بنغلاديش قوات عسكرية لدعم جهود الإغاثة لمسلمي روهينجا الذين يتخذون من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد مأوى لهم بعدما لاذوا بالفرار من العنف في ولاية راخين المضطربة بميانمار. وقال المتحدث العسكري المقدم رشيد الله حسن إن الجنود سيساعدون الإدارة المدنية في توزيع المساعدات وفي بناء أماكن إيواء للروهينجا الذين يعيشون في مقاطعة كوكس بازار المتاخمة بحدود ميانمار. كل ما يجري في شمال ولاية راخين ليس بمعزل عما يحدث للأقلية المسلمة في عموم ولاية ميانمار، مآس تتواصل تحت أنظار العالم. مئات الآلاف من الروهينجا يفرون للبحث عن طوق نجاة في بنغلاديش المجاورة من اضطهاد لم تنتهي فصوله. أوضاع متردية سيكون لها صدى الأسبوع المقبل في أروقة مجلس الأمن الدولي. فهل من حل يلوح في الأفق؟ تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميل عمر السامرائي. عندما تكون الصورة أشد وقعا من الكلام ليس بالضرورة فهم ما تقوله هذه أو هذه أو حتى هذه. تعددت أوجه المأساة والمصير واحد. هؤلاء الناجون من شفا الموت مسلم الروهينجا الرازحون تحت سلطان نظام عدله الظلم، فروا من ديارهم بعد محرقة أودت بحياة الآلاف منهم، ليترك هذا الرجل على جسده شهادة من هول ما تتعرض له هذه الأقلية المسلمة. حملة الجيش البورمي المستمرة على ولاية راخين لم تخلف بمجملها مذ بدأت سوى مشردين ما زالوا يسلكون طريق النجاة نحو بنغلاديش المجاورة، حيث المخيمات العشوائية المترعة بالنازحين. واقع الحال في ميانمار حرك موجة من الإدانات الدولية تندد بصمت حكومة سوتشي وأخفاقها في تحميل جيش البلاد مسؤولية تصاعد حدة العنف الذي وصفه الرئيس الفرنسي بأنه يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وبعد ترقب طويل تخرج زعيمة ميانمار سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عن صمتها، مبينة موقفها من قتل وتهجير مسلمي الروهينجا، قلقة بشأن مصيرهم. بهذه العبارة المقتضبة تختصر موقفها: تردي أوضاع الروهينجا الأقلية الأكثر اضطهادا على وجه الأرض بالتوصيف الأممي دفع 7 دول بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى توجيه دعوة لمجلس الأمن من أجل عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتباحث في أعمال العنف المستمرة في راخين.
فهل ستكون هذه الخطوة بداية طريق لحل قريب؟ فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل. علماء يحذرون من انتشار سوبر ملاريا في جنوب شرق آسيا. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة المصري اليوم التي عنونت اكتشاف مستوطنة بشرية منذ العصر الحجري الحديث بالصين. أعلن المعهد الإقليمي لعلوم الآثار الصينية اكتشاف 19 مقبرة من العصر الحجري الحديث، علاوة على أكثر من 400 أثر ثقافي في مقاطعة هيلونغيانغ بشمال شرق الصين. وقال أحد المسؤولين بالمعهد إن معظم القطع الأثرية تتكون من الخزف الحجري والفخار وتعود إلى ما قبل 9000 عام، مضيفا أن بناء هذه المقابر قد يكون صعبا في ضوء قدرة البناء خلال تلك الفترة. صحيفة الأيام البحرينية عنونت 350 طالبا لحمل ذيل فستان عروس. أخرج نحو 350 طفلا من صفوفهم في مدرسة عامة في سريلانكا لحمل ذيل فستان عروس يمتد على 3 كيلومترات، ففتحت أجهزة حماية الطفولة تحقيقا في حقهما، واحتفل الزوجان بقرانهما من خلال السير في شارع رئيسي في منطقة كاندي في وسط البلاد على ما ذكرت صحف محلية. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت الصين تستعين بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم قبل حدوثها. كشفت السلطات الأمنية في الصين عن خطط الدولة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم والأحداث الإرهابية قبل وقوعها. وقالت السلطات إن الحكومة ستبدأ في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم التعلم الآلي واستخراج البيانات ونمذجة الكمبيوتر للتنبؤ بحدوث الجرائم والاضطراب. إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت سوار إلكتروني يشخص الأمراض بتحليل العرق. طور علماء أمريكيون سوارا إلكترونيا بمقدوره تحسين عمليات تشخيص الأمراض ومعالجتها، خصوصا مرضى التليف الكيسي والسكري، وذلك بتحليل العرق. وزود السوار الجديد بمجسات عالية الدقة يمكنها تحليل أقل آثار العرق، أي الكميات الضئيلة منه، كما لا تتطلب من المرضى الجلوس لفترة طويلة بهدف جمع عينته منهم. ومع صحيفة الغد الأردنية التي عنونت هاتف روسي جديد يهدد أبل وسامسونج، كشفت شركة إنفو واتش الروسية عن هاتف ذكي يحمي مكالمات المستخدمين من أي محاولة اختراق أو تنصت. وقالت الشركة إن هاتف تايغافون الجديد يتيح للمستخدم إمكانية تتبع مكان الهاتف في حال تعرضه للسرقة، ويبلغ ثمن الهاتف الجديد نحو 260 دولارا فقط. حذر باحثون تايلانديون من الانتشار السريع لنوع جديد من مرض الملاريا يطلقون عليه اسم سوبر ملاريا في جنوب شرق آسيا، ما يدق ناقوس الخطر في أنحاء العالم. وأشار فريق البحث إلى أن المرض ظهر في البداية في كولومبيا في عام 2007، لكنه منذ ذلك الوقت انتشر في مناطق عدة في تايلاند ولاوس ووصل جنوب فيتنام. وأضاف الفريق إلى أن هذا النوع من طفيل الملاريا لا يمكن القضاء عليه من خلال تناول العقاقير الرئيسية المضادة للمرض. نجح علماء في خلق أجسام مضادة فائقة الكفاءة قادرة على القضاء على 99% من سلالات فيروس نقص المناعة البشرية. وقال الباحثون من المعهد الوطني الأمريكي للصحة إنهم طوروا جسما مضادا ثلاثي الرأس يهاجم قدرة فيروس نقص المناعة البشرية على طفراته وتغييرات مظهره.
أفادت دراسة دولية حديثة بأن اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه الملونة قد يحتوي على مركبات يمكن أن توقف سرطان القولون والتهابات الأمعاء. ووجد الباحثون أن الفواكه والخضروات الملونة وعلى رأسها البطاطا الأرجوانية تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الإنثوسيانين والأحماض الفينولية التي تقي من سرطان القولون. انطلقت في الصين الرحلة الأولى لأسرع قطار في العالم الملقب بالرصاصة والذي يربط بين بكين وشنغهاي شرق البلاد، ويأتي أسرع قطار في العالم بمواصفات جديدة وبسرعة قصوى تصل إلى نحو 400 كيلومتر في الساعة، كما أضيفت إليه تكنولوجيا جديدة قادرة على الحد من السرعة عند حدوث أي طارئ. وبحسب وكالات صينية فإن القطار يقطع ما مسافته 1318 كيلومترا في 4.5 ساعات تقريبا بين المدينتين. يعتزم المدير التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بيع أسهمه في الشركة المسؤولة عن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا لتمويل مشاريع خيرية. ويخطط زوكربيرغ لبيع ما بين 35 و75 مليون سهم في فيسبوك خلال الأشهر 18 المقبلة لتمويل أنشطة في مجالات التعليم والعلوم والحقوق. وبعد أن أحكم سيطرته على العالم الافتراضي خلال السنوات العشر الأخيرة، تتزايد الأحاديث والتحليلات في أوساط المواقع الاجتماعية والصحافة الأمريكية حول إمكانية إحكام زوكربيرغ سيطرته على العالم الواقعي. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. مقاتلة أمريكية تحلق فوق كوريا الشمالية وكوريا الشمالية تشن هجوما لاذعا على ترامب. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم وتعلن السيطرة على معمل كونوكو للغاز قرب دير الزور. القوات العراقية تستعيد السيطرة على قرى في الحويجة وتطهرها من داعش. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.